أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. في هذه الفترة هذه يوم 3 نوفمبر هو اليوم العالمي للطف، سي لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس. كذلك كاين يوم مهم جدا، يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي للكاتب الإفريقي. اليوم سنتعرف على شخصية نجيب محفوظ، مؤلف روائي وكاتب روائي مصري، يعد من أهم الأدباء العرب خلال القرن العشرين. حبيت اليوم تغنوا معايا أغنية يا كتابي يا أنيسي. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. انتما كذلك يا أحبائي، إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.